زيادة الطول، هل هذا ممكن؟ نعم بالتأكيد. خلال مزاولة المهنة كان يزورني آباء يعاني بعض أطفالهم قصورا في النمو. كان في العائلة أطفال آخرون أطول منهم مع وجود بعض الأطفال الذين لا ينمون كما ينبغي، وكان الآباء يأتون طلبا لنصيحتي، وسأخبركم بتلك النصيحة لأنها كانت فعالة. ما بين السنة الأولى وسن البلوغ ينبغي أن يزداد طوله بمعدل بوصتين 5 سنتيمتر تقريبا كل عام، وفي مرحلة البلوغ يصبح معدل النمو 4 بوصات إلى 10 سنتيمتر كل عام، ويتوقف النمو فيما بين 18 و20 من العمر. هذه قاعدة عامة، لأن بعض الناس يتوقف نموهم قبل هذا السن، ويستمر آخرون في النمو لما بعد ذلك السن، ولكن هذا هو السن التقريبي الذي يتوقف فيه النمو عموما. فإذا كنت في هذا السن أو أصغر وتريد زيادة طولك، فسأقدم لك نصيحة مفيدة، مع العلم بأن هناك قيودا وراثية، ولكن إذا كنت تعاني نقصا في عناصر غذائية محددة، فهذا قد يؤثر في طولك تأثيرا كبيرا. الهرمونات الثلاثة المرتبطة بالنمو هي: 1. هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية ويمر بالكبد. 2. عامل النمو الشبيه بالأنسولين أي GF1 الذي تفرزه الكبد ويتحكم فيه هرمون النمو. 3. الهرمون الدرقي، إن لم تكن الغدة الدرقية تفرز ما يكفي منه فهذا قد يسبب توقف النمو. نبدأ بهرمون النمو. ما الذي يسبب نقص هرمون النمو؟ العنصر الأهم الذي يؤثر في هرمون النمو هو الزنك. الأطفال الذين يتوقف نموهم يعانون نقصا في الزنك، ونقص هرمون النمو مرتبط غالبا بنقص الزنك. الزنك معدن نادر ضروري للعمليات الكيميائية أكثر من كل المعادن النادرة الأخرى مجتمعة. ومن أسباب نقص الزنك تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على حمض الفاتيك، وحمض الفاتيك موجود في الحبوب، فالحبوب الكاملة التي ينصح بتناولها قد تسبب نقصا شديدا في الزنك. وهناك أسباب أخرى تسبب نقص الزنك، منها السكر والكربوهيدرات المعالجة والكحول الكافيين والإجهاد النفسي وعدم تناول أطعمة غنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء والمحاريات أو إتباع حمية نباتية. كل هذه العوامل تسبب نقصا في الزنك. تشمل أسباب نقص هرمون النمو المجاعة، ولا أقصد الصيام الذي يتضمن تناول العناصر المهمة، بل أقصد المجاعة التي تتضمن حرمان الجسم من المعادن والفيتامينات والمغذيات والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية الأساسية وغير ذلك. كنت أعاني توقف النمو، فطولي لا يتعدى 185 بينما أبي 195 بينما أخي متراني و2 سنتيمتر وطول أمي 177.8. أما أنا ف185 فقط، ما جعلني أتوقف عن النمو أني كنت أمارس المصارعة من الصف التاسع حتى 12، ودومت على ذلك حتى مرحلة الجامعة قبل أن أتعرض لكسر في رقبتي. كنت أضطر إلى إنقاص وزني وامتناع عن الأكل خلال موسم المصارعة. أتذكر أني قبل إحدى مباريات المصارعة كنت أحاول إنقاص وزني الزائد، واستطعت في غضون 3 أيام أن أفقد كمية كبيرة من وزني، ولكن أحقق ذلك ارتديت أكياس بلاستيكية، وكنت أتمرن معظم اليوم وأتعرق، ولم أكن أشرب ما يكفي من الماء. اكتفيت بتناول بعض عيدان الكرفس وبعض أصابع البطاطس المقلية من ماكدونالدز وبعض الأطعمة الأخرى الغير صحية. أصابني الضعف والتعب وكنت أجهد نفسي، وبالتأكيد استطعت تحقيق وزني، ثم عدت إلى سابق عهدي، واستمر هذا لعدة سنوات. كان للجوع والتمارين والإجهاد ونقص العناصر الغذائية تأثير سلبي كبير على صحتي عموما. لعلاج نقص هرمون النمو لابد من تناول الزنك وكمية كافية من البروتين، فعدم تناول ما يكفي من البروتين قد يؤدي إلى تثبيط هرمون النمو. النوم، من الواضح أن هرمون النمو يؤدي وظائفه خلال النوم. نعم، وعند وجود مشاكل في النوم في مرحلة المراهقة بالأخص، فهذا قد يسبب توقف النمو، وكلما زاد الوزن والدهون انخفض تنشيط هرمون النمو. ويمكن للتدخين أو التدخين السلبي أن يثبط هرمون النمو أيضا، وكذلك الكافيين الذي يتناوله المراهقون بكميات كبيرة.
وكذلك السكر الذي يسبب نقص الزنك. من بين كل الفئات العمرية المراهقون هم أكثر من يأكلون الطعام السريع المعالج، وهذا يسبب نقصا في العناصر الغذائية. هناك عامل آخر يسبب نقصا في هرمون النمو، ألا وهو نقص فيتامين دي، وهذا منتشر بين أطفال هذا العصر بسبب عدم تعرضهم لأشعة الشمس، بل يجلسون أمام الحاسوب معظم اليوم. فيما يخص الهرمونين الآخرين أو لهما عامل نمو شبيه الإنسولين، عند وجود أي مشكلة بالكبد مثل دهون الكبد بسبب الإكثار في تناول الكربوهيدرات أو الشراب الذرة، يمكن لهذا أن يسبب نقص عامل النمو شبيه الإنسولين 1. وفيما يتعلق بالغدة الدرقية، نجد أن الغدة الدرقية شديدة الحساسية تجاه نقص اليود، فإذا كان الرضيع أو الطفل الصغير أو المراهق يعاني نقصا في اليود، فهذا قد يعيق النمو بدرجة كبيرة. اليود موجود في المأكولات البحرية والمحاريات وعشب البحر وفي النباتات التي تنمو بالقرب من الشاطئ، ولكن عند زراعتها في الأراضي المحلية فلن تكون غنية باليود. للمراهقين أو الآباء الذين يريدون زيادة طول أولادهم، إليكم الحلول التي ينبغي تطبيقها. أولا، تناول منتج معادن نادرة يحتوي على الزنك، لأني لا أنصح بتناول الزنك لوحده بل بتناوله في مزيج من المعادن النادرة الأخرى. هو منتج توصلت إليه بالبحث وأنصح به، ويسمى PMG، تبيع شركة اسمها ستاندرد بروسيس، ولا تربطنا أي علاقة بتلك الشركة، ولكن هذا المنتج مفيد لتعزيز الغدة المخامية التي تفرز هرمون النمو. كنت أنصح به ولاحظت زيادة في طول الأطفال الذين تناولوه. الجرعة قرص واحد قبل النوم لمدة 3 أشهر. الحصول على قسط كافي من النوم، عليكم التوصل إلى حل للحرمان من النوم، وسأرفق لكم بعض الروابط على حلول لعلاج الأرق. من الأسباب الشائعة لنقص الزنك وجود كمية كبيرة من حمض الفاتيك في الطعام، وحمض الفاتيك موجود في الحبوب، ولذلك أنصح بتجنبها للتخلص من العناصر التي تعيق امتصاص الزنك. فيتامين دي، أفضل طريقة للحصول على فيتامين دي هي التعرض لأشعة الشمس. من المفروض إخراج الأطفال كي يتعرضوا لأشعة الشمس لعدة ساعات، وإذا تعذر ذلك اجعلهم يتناولون مكملات. هذه الحلول تزيد احتمالية زيادة الطول. ولكي ينبغي أيضا التركيز على النظام الغذائي، وأفضل طريقة لتحديد النظام الغذائي الأمثل أن ننظر إلى ما ينصح به الجميع، لا سيما فيما يتعلق بالهرم الغذائي، وأن تنظر إلى ما تنصح به الحكومة، ثم نفعل العكس. نعم، فأغلب الأطعمة التي ينصحون بها أو الكربوهيدرات الغنية بالنشا، ومنها البطاطس والحبوب الكاملة والأرز إلى آخره، عليكم أن تمتنعوا عن تناول هذه الأطعمة. ينصحون بتجنب الدهون المشبعة وبتناول الزيوت النباتية، وهذا غير صحيح، بل عليكم تناول الدهون المشبعة والامتناع عن تناول الزيوت النباتية، وهذا آمن لأن الكربوهيدرات ستكون منخفضة بسبب الامتناع عن تناول السكر. ينصحون بتناول الفواكه والخضروات، ولا يمانعون أن تتناولوا الفواكه المعلبة أو عصير الفواكه ضمن الفواكه والخضروات طبعا. لا أنصح بشرب عصير الفواكه لأنه مبستر ومشبع بالسكر ولا يحتوي على أي فائدة تذكر. وينصحون أيضا بتجنب اللحوم الحمراء، ولكن كيف ستحصلون على الزنك؟ اللحوم الحمراء من أفضل المصادر للحصول على الزنك. الخلاصة أن الحمية المثلى هي حمية الكيتو الصحي. إذا كنت تحاول زيادة طولك، هل ينبغي أن تصوم؟ أنصح بممارسة الصيام المتقطع، لأن الصيام من أقوى محفزات هرمون النمو، ولكن احرص على تناول المغذيات الضرورية، كأن تتبع الصيام الذي يتضمن الامتناع عن تناول الوجبات الخفيفة ويتضمن تناول 3 وجبات أو وجبتين غنيتين بالمغذيات. أرى أن هذا مفيد. جربوا الحلول التي أنصحكم بها.